مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا المساء من برنامج ملفات الشاشة. اعتماد الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات يعد من الآليات العملية والضمانات القانونية الكفيلة بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تستجيب للمعايير المتعارف عليها دوليا وتترجم إرادة وتطلعات الناخبين. المشرع المغربي أولى أهمية قصوى لهذه العملية، فمنذ 2011 أصبحت الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات منصوصا عليها في الدستور ومنظمة بالقانون. والآن ونحن على أبواب تنظيم انتخابات تشريعية هي ثانية من نوعها في العهد الدستوري الجديد، أصبح المغرب يراهن أكثر فأكثر على تكثيف ومضاعفة حظوظ شفافية الاقتراع من خلال تعبئة أزيد من 4000 ملاحظ، من بينهم 350 ملاحظا دوليا سيقومون بمهامهم بدءا من الحملة الانتخابية مرورا بيوم الاقتراع وانتهاءا بإعلان النتائج. فما الذي يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات؟ ما هي المعايير المعتمدة لاختيار المنظمة الوطنية والدولية الملاحظة؟ وما هي الشروط التي على الملاحظ المحلي أو الدولي الالتزام بها؟ وما مصير التقارير التي يرفعها هؤلاء الملاحظون؟ أسئلة وأخرى نجيب عنها في هذه الحلقة، ودعونا أولا نتابع ريبورتاجا عن الموضوع من إعداد الزميلة كوثر حمومي. حبه للعمل السياسي دفعه للتطوع كملاحظ لتشريعية أكتوبر 2016، بعد أن راكم تجربة مهمة في مجال الملاحظة. هو المؤمن بأن الانتخابات النزيهة فرصة المواطن ليقول كلمته في مسار التغيير. ملاحظة الانتخابات يعتبرها حسن أكثر من مجرد مهمة، بل هي تجربة سياسية وحياتية تغني مساره في العمل الجمعوي والسياسي الذي انخرط فيه لسنوات. منذ تشريعية 2007 يتطوع الشاب بوقته وجهده للملاحظة الميدانية والموضوعاتية للانتخابات. هذه الملاحظة هاد السنة مقسمة لجوج ديال الأجزاء، كاين الملاحظة الميدانية العادية اللي تنديروها، الملاحظة ديال البلايص ديال الانتخابات، نهار ديال الاقتراع، ما قبل الحملة الانتخابية شنو تيكون، الرصد كذلك ديال العملية ديال الوضع وتسليم اللوائح الانتخابية للترشيحات هذا. كذلك الوقيتات ديال الحمله تنزوروا تنشوفوا المناطق واش فيها العمل، واش كاين التطبيق ديال القانون بحذافيره او لا. كذلك حتى التجمعات ديال الاحزاب السياسيه تنشوفوا واش الخطابات ديالهم تتماشى مع يعني القانون اللي تنعرفوا، واش تتماشى مع فاش في مقاربات ديالنا ولا ما فيهش، واش فيه تهجمات على الاخرين ولا ما فيهش. وكذلك حتى النهار ديال الاقتراع. هذه السنه هذه كانت تجربه السنه اللي فاتت في المنطقه ديال ولا في الجهه ديال فاس مكناس، هي ديال الملاحظه القاره. هذه السنه تم تعميمها على التراب الوطني كامل، دونك غادي نخدموا بالعينه، بمعنى ان عندنا مجموعه ديال المكاتب اللي غادي تكون فيهم الملاحظه القاره. التنسيق مع باقي مناضلي النسيج الجمعوي مهمه يتكلف بها حسن من اجل انجاح عمليه الملاحظه الاعلاميه للانتخابات، فاليوم اول ايام الحمله الانتخابيه. البعض هنا يتكلف بمراقبة محتويات الصحافة المكتوبة. فيما يسهر آخرون على تسجيل برامج ومواد القنوات العمومية من أجل تقييمها فيما بعد على مستوى المضامين. مهمة الملاحظين تتوج في نهاية المطاف بتوصيات ترفع إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كنتسناو غير المادة بالنسبة للفازة، كنتسناو المادة توجد لينا باش نخدموا عليها هنايا. حنا كنفرغوا العمل والتسجيل ديال القنوات، التغطية ديال الراديو من 6 حتى 9 حتى العشية، التلفازة راه من 9 حتى 12 الليل. ألو حنايا تنتسناو مثلا عندك التلفازة دوزام يونس الأولى. وعلى غرار الملاحظة الإعلامية يتجند مناضلون آخرون للملاحظة من قلب الميدان أثناء الحملة الانتخابية ومن داخل مكاتب الاقتراع، مهمة تسبقها دورات تكوينية ينظمها مؤطرو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ولكن نفهموا أشنا هو الملاحظ، أشنا هو الدور ديال الملاحظ، أشنا هو الحقوق والواجبات الملاحظ،
واشنو عطاه القانون امتياز اللي عطاه. هي دورات تعرف إذن المشاركين الذين يتم انتقاؤهم بعناية بحقوقهم والتزاماتهم، وتضعهم أمام التحديات والصعوبات التي قد يصادفونها في الميدان وفي مكاتب الاقتراع لمعرفة كيفية التعامل معها. على أهم المضامين اللي خاصنا نعرفوها إحنا كملاحظين أو كمرافقين انتخابيين اللي خاصنا نعرفوها في أداء المهمة اللي غنقوموا بها، غادي تركز على المضامين القانونية اللي كتميز مختلف مسار المسلسل الانتخابي من الحملة إلى يوم الاقتراع. الحملة بمختلف مضامينها، أي كنتكلموا على الحملة، كنتكلموا على الاستعدادات، كنتكلموا على كل ما هو إعلانات وموثقات، كنتكلموا على كل ما هو مهرجانات خطابية، تجمعات عمومية، و يعني ماذا يقول القانون في تنظيم هذه التظاهرات. المرحلة الثانية اللي غنقولوا عليها هي مرحلة الاقتراع، يوم الاقتراع، ماذا يجب أن يراعى في يوم الاقتراع، لا من طرف الإدارة الترابية السهرة على العملية الانتخابية، ولا من طرف الملاحظ أو المرافق اللي عنده مهمة سامية هي ملاحظة في مدى إعمال قوانين جاري بها العمل وتطبيقها على المستوى الميداني. اختص أنه نضم الفريق ديال الملاحظين المرافقين على أساس أنه نعمق الدراسة ديالي والبحث في ما يتعلق بنزاهة الانتخابات وكل ما يتعلق بمجال الانتخابات. انتظارنا من هذه الورشة التكوينية هو أن نوقفوا على ما هي حدود واختصاصات الملاحظين المرافقين أو الملاحظة المستقلة بشكل عام، ثم أيضا معرفة أو المساهمة في حكامة ديال المسلسل الانتخابي على مستوى المغربي. سبق لي أن خضت تجربات الملاحظة العملية الانتخابية ل 2015 الانتخابات الجهوية والجامعية. هي صراحة كانت تجربة استفدت منها الشيء الكثير، من حيث أولا معرفة الآليات القانونية أو الآليات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وكذلك الطريقة التي تسير بها هذه العملية، بالإضافة إلى احتكاكنا بالواقع ورصد يعني الطريقة التي يرصد بها الملاحظ بعض الخروقات الانتخابية. فكانت تجربة متميزة، والآن أخذ تجربة ثانية في تكوين في الملاحظين المرافقين كتجربة ثانية في إطار انتخابات 7 أكتوبر التشريعية. الملاحظة المستقلة للانتخابات تجربة سياسية لم يعيشها المغرب إلا مع تشريعيات سنة 1997، حيث قامت بها ولأول مرة بالمغرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمئة مناضل من الجمعية، لينضاف إليها النسيج الجمعوي في تشريعيات 2002. غير أن ملاحظة الانتخابات وبعد 10 سنوات على اعتمادها في إطار محلي ستنفتح على هيئة دولية مع استحقاقات 2007 باعتماد ملاحظين دوليين. المنظمة الدولية المعتمدة من طرف لجنة الاعتماد هي 5 ديال المنظمات الدولية وبقات 93 ملاحظ. بالنسبة للضيوف اللي تم الاستدعاء ديالهم من طرف المجلس الوطني، إلى حد الساعة تلقينا الموافقة ديال 16 الهيئة ومؤسسة دولية، وقدموا اقتراح ديال تعبئة 190 ملاحظ وملاحظة. مواكبة العمليات الانتخابية بدءا من الحملة مرورا بيوم الاقتراع إلى حدود إعلان النتائج من موقع الملاحظة المستقلة للانتخابات هي مواكبة مهمة. أولا تساهم في تكريس الشفافية، تساهم في توسيع المشاركة السياسية، تساهم في تجويد العملية الانتخابية من خلال طبعا التقارير التي سينجزها أو ستنجزها الجمعيات المعتمدة، وهذه التقارير مما شك فيه ستكون مديلة بتوصيات إما تهدف إلى تجويد التشريعات والأنظمة الانتخابية أو إلى تجويد العملية التقنية للانتخابات. إذن هناك طبعا رقابة قضائية، هناك ممثلو للأحزاب السياسية ما يسمى بالمراقبين، وهناك أيضا الملاحظون والملاحظات. المغرب راكم تجربة مهمة يمكن اليوم أن نعتز بأننا تجربة وطنية، ويمكنها أن تشكل مرجعا للعديد من الدول الصاعدة أو الدول التي تعيش فترات انتقال ديمقراطي. المملكة منفتحة على كل المنظمات الدولية ذات الاختصاص والاهتمام والتي لها باع في هذا المجال، وتسمح بطبيعة الحال لهذه المنظمات أن تقوم بعملية الملاحظة
ومراقبة كيف تمت عملية الانتخابات. ما الذي تقوم به هذه المنظمات التي تلاحظ؟ بطبيعة الحال تلاحظ مجريات الأحداث، كيف مرت العملية الانتخابية، هل كان هناك خروقات واضحة تستدعي القول بأنه العملية الانتخابية قد مرت في ظروف غير سليمة. وبالتالي هنا يجب أن نميز بين نوعين من هذه المنظمات، وهذا الدور يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأنه لا ننسى أن هناك المنظمات أيضا التي تقوم بدور الملاحظة، وهذا لنا يعني تجربة معها في المجال الحقوقي. لاحظنا بأن هناك منظمات أيضا استشرى داخلها الفساد، وبالتالي صارت تعطي تقارير تحت الطلب، وبالتالي المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بدور يعني الفرز بين هذه المنظمات اللي هي موضوعية وتقوم بعمل واقعي وحياد إيجابي بطبيعة الحال. دور الملاحظة في العملية الانتخابية يضعه الكثير من المراقبين للشأن السياسي المغربي أمام علامات استفهام تستفسر معظمها عن جدوى التقارير التي ترفع باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فإذا كان البعض يراهن على الهيئات الملاحظة لضمان شفافية ومصداقية الانتخابات، فإن البعض الآخر يعتبر إشراكها مسألة شكلية وإكسسوارا ديمقراطيا يتزين به المغرب أمام المنتظم الدولي. نزال الانتخابات حتى ولو أن يكونوا مراقبين محليين والمستوى الوطني او دوليين، راه الا ما كانش عندنا احزاب مستوى اللي كتسهر ايضا كتلعب هذا الدور الايجابي ديال الحفاظ على النزاهه ديال الانتخابات والمسؤولين وجميع الاطراف، فكنعتقد ان حتى المراقبين كيمكن يرفعوا توصيات ويبرزوا هذه الفروقات هذه، ولكن ما غاديش يكون عندها شي تاثير لان احنا ما عندناش اراده ان الانتخابات تكون نازيه. كنعتقد ان هناك تحول يعني ملموس في الحفاظ على النزاهه الانتخابات في المغرب، ولكن مازال خصنا العمل على هذا الشيء. هذا العمليه الانتخابيه ككل كتخص ماشي غير البيغو دو فوت، ماشي غير المكتب، راه برا، راه جايه من 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 الفلوس اللي جايين، من اللي كيتعطاو من الزرود، من هذاك الشيء هو اللي خصنا مراقبين. اما داخل مكتب التصويت راه كاين قضاة، كاين مسائل اللي هو مراقبين نفسهم لنفسهم، لان كاين كل حزب راه عنده المراقب ديالو. اذا كان الاختيار ديالهم تيكون تنطبق مع المعايير اللي تياخذوها الدول الاخرى باش تختار المراقبين الدوليين ديالها، فهذه تكون شفافيه في المراقبه ديال مكاتب الانتخابات. اما اذا كانت معايير تتخذ بشكل عشوائي وما تاخذوش الاخلاقيات ديال المهنه ديالهم، فما تنظرش بان وجود مراقبين ولا غياب ديالو عادي يبدل شي حاجه في الانتخابات. نساهم بشكل من الاشكال في شفافيه الانتخابات. ما كيمكنش شي واحد يجي فوسط المكتب ديال التصويت وحنا حاضرين ويبدا كيوزع الفلوس، او لا شي واحد يضغط على شي حد، او لا انه فقط مسائل جد بسيطه انه الامداد ما كاينش، اللوائح ما كايناش، الى اخره. هاد العناصر هذه كلها كانت تساهم في انه الانتخابات تكون يعني شفافه. كغيرها من عناصر العملية الانتخابية، قد تقيم الملاحظة المستقلة سلبية من قبل بعض الهيئات الحقوقية، حيث سبق أن ندد النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات ببعض الممارسات اللاقانونية في حق الملاحظين، كمنعهم من دخول مكاتب الاقتراع والحضور أثناء عملية الفرز وأعلان النتائج، وأحيانا تعنيفهم جسديا ومعنويا، ممارسات تقول طروحات أخرى أنها بائدة اختفت بصدور قانون الملاحظة الانتخابية سنة 2011. يمكن يتعرض وهادشي تيخرج في التقارير ديال المجلس، ممكن ان الملاحظ يتعرض للتشويش على المهام ديالو، ويمكن يترفض ان يرفض مثلا الرئيس ديال المكتب انه يخليه يولج المركز ديال الاقتراع، ولكن في الغالب تيتم حل هاد الاشكاليات هادو، ولكن وتيتم كذلك حتى الاشاره لها في التقارير. ولكن في العموم يعني كاين واحد التجاوب كبير مع العمليه ديال الملاحظه ديال الانتخابات، يعني حالات قليله اللي تيكون فيها مثلا المنع ديال شي ملاحظ انه يولج المركز ولا المكتب ديال التصويت. في 2002 واجهتنا صعوبات كبيرة
باش الدولة تفهم الضرورة والحق ديال المتابعة ديال المسلسل الانتخابي. سمحات ولكن بصعوبات ومنع، ويعني على الصعيد المركزي على الصعيد المحلي إلى آخره كنحاولوا ما أمكن ما بين 2002 و 2007 و 2009 و 2011 وكذلك القضية ديال الاستفتاء ديال الدستور لأول مرة لاحظناه و 2015 الأمور تطورت. من حسنات الملاحظة المستقلة يقول ساهرون على تنظيم المسلسل الانتخابي تعزيز ثقة المواطن في الانتخابات ومصالحته بذلك مع العمل السياسي. طرح ستكشف عن صحته معدلة المشاركة السياسية والتي تتداخل في حسمها عوامل متعددة أهمها ولا شك ثقة المواطن في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. بعد أن تابعنا وإياكم الروبورتاج والذي تعرفنا من خلاله على مهام الملاحظين وسيرورة عملية الملاحظة المستقلة للانتخابات وللإحاطة بالموضوع أكثر، أستضيف معي في الأستوديو عبد الرزاق الحنوشي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. مرحبا أستاذ عبد الرزاق. أهلا وسهلا. بداية، ما هو تقييمكم للتجربة الوطنية في الملاحظة المستقلة للانتخابات؟ لابد من تذكير بأن التجربة الوطنية في مجال الملاحظة المستقلة للانتخابات يعود الفضل فيها أولا للنسيج الجمعوي وعلى جمعيات المجتمع المدني التي كانت أولى محاولتها تعود إلى 2002 انتخابات 2002، ثم تكررت هذه التجربة في 2007 لكنها سوف تعرف نضجا أكثر ابتداء من 2009 حيث سيقوم المجلس الاستشاري حقوق الإنسان آنذاك لأول مرة بملاحظة الانتخابات ووضع بعض القواعد المؤسسة لعملية الملاحظة المستقلة. ثم بعدها سوف نرى أنه في 2011 سوف يكون تحول مهم انطلاقا من صدور قانون خاص بالملاحظة الانتخابية وهو القانون الذي يحدد الضوابط التي ينبغي الالتزام بها في العملية الملاحظة المحايدة، والأكثر من ثم ذلك دستور 2011 وخاصة في المقتضيات الفصل 11 الذي دستر عملية الملاحظة المستقلة. والمغرب من الدول القليلة جدا التي دسترت موضوع الملاحظة المستقلة. بطبيعة الحال ترقية الملاحظة الانتخابية إلى مصاف المقتضيات الدستورية معطى هام جدا، وكما تفضلتي المغرب من الدول القلائل التي لها هذا المعيار الدستوري المحدد لعملية الملاحظة المستقلة. أستاذ عبد الرزاق، المغرب يعتمد نظام الملاحظة المستقلة وليس المراقبة، ونعلم أن الملاحظين لا يكتفون فقط بتسجيل ما يحدث خلال مسار العملية الانتخابية في تقارير ترفع فيما بعد للسلطات المحلية، أما المراقبين فبإمكانهم التدخل في أي لإيقاف أي خروقات قد يرصدونها خلال العملية الانتخابية. لماذا التوجه إلى اعتماد الملاحظين فقط وليس المراقبين؟ هذا سؤال مهم جدا ويحيل على مسألة أساسية، ضرورة يعني فهم معنى الملاحظة الانتخابية ودلالتها وغايتها وتمايزها مع أشكال أخرى لمواكبة ورصد العملية الانتخابية والجهات المتدخلة في هذه العملية. هناك بعض المنظمات الحقوقية والهيئات التي تشارك ملاحظين الانتخابيين يطالبون بالولوج مثلا لوسائل الإعلام والوصول إلى الرأي العام خلال العملية الانتخابية وليس بعد انتهائها. لا بد للملاحظ أن يلتزم الصمت أثناء عملية الملاحظة. لماذا؟ لأنه حتى لا يتم استغلال تصريحاته لترجيح كفة منافس ضد منافس آخر، لأن الملاحظ مطالب أخلاقيا وقانونيا أيضا أن يكون محايدا وأن في هذه العملية الحياد أن يسجل كل ملاحظاته وكل ما يعتبر أنه مخالف للمنظومة القانونية الوطنية أو للمرجعيات الدول المتعارف عليها، وأن يدون ذلك في تقاريره وما يسمى بالاستمارات التي يتم تعبئتها. هذه عملية، لكن بعد صدور النتائج النهائية تصبح هذه التقارير غير ذات منفعة غير ذات فائدة لأنه لا يؤثر في العملية في حد ذاتها. قد نرفع تقارير لكن هل ستؤخذ بعين الاعتبار؟ العبرة بانعكاس
التوصيات التي تصدر عن الملاحظة المستقلة على ما يأتي من العملية الانتخابية، وهو الهدف الأساسي من العملية، أي أن يكون لها تأثير في تحسين الأداء في أقرب استحقاق انتخابي مقبلة. إذا سألتني مثلا هل تغيرت أشياء منذ مثلا تقرير 2011 حول آخر انتخابات شرعية بالمقارنة مع التحضير للانتخابات 2016، أقول أن هناك كثير من الأشياء تحسنت بطبيعة الحال، هناك أشياء أخرى لا زال مجلس الوطني الحقوقي يطالب بتحسينها من خلال مذكرة رفع إلى من يعنيهم الأمر في قبل الانتخابات، ولكن هناك أشياء تتحسن، خاصة مثلا إذا أشرنا على سبيل المثال فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتيسير ولوج أشخاص ذات إعاقة إلى العملية الانتخابية، وهناك مبادرة مهمة خاصة دورية خاصة لوزارة الداخلية في هذا الموضوع توضح ما يجب توفره لتحقيق هذه الغاية وتمكين هذه الفئة من المواطنات والمواطنين حقهم في يعني المشاركة. في هذه الانتخابات هل سوف نرى مكاتب تصويت أكثر ولوجية من الانتخابات الماضية؟ سنرى وسوف نتتبع، ولكن هناك إرادة معبر عنها بشكل صريح في الدورية التي أشرت إليها والصادرة في 23 سبتمبر من الشهر الحالي. أستاذ عبد الرزاق، هناك كذلك من يطالب بأن توكل مهمة الإشراف على اللجنة التي تعتمد ملاحظي الانتخابات إلى هيئة مستقلة لا غير تابعة لهيئة حكومية أو إحدى مؤسسات الدولة عوض المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا الاقتراح بطبيعة الحال يثير ملاحظة أساسية. إذا لم تكن هناك هيئة وطنية مستقلة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ما يشبه من المؤسسات المستقلة، فما هي الجهة التي لا يمكن أن يطعن في حيادها تجاه عملية تتطلب الحياد؟ إذا كانت هناك على سبيل المثال منظمة غير حكومية هي التي ترأس هذه اللجنة، فسوف تثار حولها كثير من الاعتراضات من منظمات أخرى. بالنسبة للقطاعات الحكومية هناك ضرورة للتنسيق، لأن هناك اعتماد لملاحظين أجانب والهيئات أجنبية، لذلك هناك ضرورة لتتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها قانونيا في هذه الهيئات. ما هي هذه الشروط وما هي المعايير التي تتبنونها في اعتماد هذه الهيئة وتلك في الملاحظة الانتخابية؟ هناك شروط منصوص عليها في القانون، هي أن التجربة التي يجب أن تتوفر لهذه الهيئات والمشهود لها كما يقول القانون بالنزاهة والمصداقية والحيادية، وهناك بطبيعة الحال شروط ترتبط أساساً بالالتزام بالاحترام يعني الإطار الدستوري والتشريعي للبلاد، هذه مسألة أساسية. وهناك كذلك شروط تتعلق كذلك ب يعني ان الملاحظين يلتزمون بميثاق الشرف الذي يعطيهم كذلك حقوق وضمانات ويرتب عليهم كذلك مسؤوليات اثناء القيام بعمليه الملاحظه. حدثنا عن ميثاق الشرف، ما الذي يتضمنه هذا الميثاق؟ الميثاق يتضمن مجموعة من مبادئ ذات طابع يعني الأخلاقي، خاصة فيما يتعلق كما أشرت قبل قليل عدم يعني القيام بأي تصريحات أثناء الحملات، عدم تدخل في اختصاصات الجهات الموكول لها بحكم القانون في تدبير العملية الانتخابية، كذلك عدم المساندة لأحد المتنافسين في العملية الانتخابية، كذلك بطبيعة الحال عدم التورط في أفعال أو أعمال تخل بمبدأ الحياد أثناء ممارسة عملية الملاحظة، إلى ذلك من المبادئ الأساسية التي ينص عليها هذا الميثاق. كيف تختارون مكاتب التصويت التي ستتم فيها الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات؟ هل بشكل عشوائي أو بطريقة مدروسة منهجية؟ هذه الاستحقاقات سوف تشهد تحول نوعي على مستوى الملاحظة الانتخابية، بحيث سوف يكون هناك لأول مرة ما يعرفوا بتجربة الملاحظة القارة. هناك النسيج الجمعوي الذي اختار هذه المنهجية وسوف يغطي 750 مكتب في إطار الملاحظة القارة. باقي هذه المكاتب تكون في المناطق الحضرية سوف أعود إلى المعايير. ثم هناك باقي الملاحظين الذين سوف يتوزعون على للمكاتب التصويت التي يقدر أن تكون في هذه الانتخابات حول يعني 40 ألف مكتب تصويت في هذه الحدود. هناك عينة تعتمد على نوع من
التنوع ضروري من ناحيه المجال الحضاري والمجال القروي، الدوائر الكبرى والدوائر المتوسطه والدوائر الصغرى. هناك كذلك معايير تاخذ بها بعض الهيئات حول ترقبها لما يسمى بالدوائر الساخنه او التي فيها منافسه محتدمه بين مرشحين من عيار معين، ويفترض ان يكون هناك احتدام في المنافسة، فتكون كذلك موضوع اهتمام وتركيز للملاحظات والملاحظات. أشكرك سيد عبد الرزاق، شكرا على تدخلاتك القيمة، ونتمنى أن تتم أخذ بعين الاعتبار التقارير التي سوف يرفعها هؤلاء الملاحظون إلى السلطات العمومية. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكركم على طيب المتابعة، وأتمنى لكم فرجة ممتعة مع بقية برامجنا، ولا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني mediantv.com. إلى اللقاء في حلقة قادمة وملف جديد من برنامج ملفات الشاشة. We'll be right back.